الدستور وسط تفاهمات سياسية غير علي أجنبية وهذا الطلب مكتوب من قطرية نهائي للمورية المقترحية التعلومات والصحافة والتي ستقدم إلى اللجنة التأسيسية للدستور. فهل يضمن ذلك الحرية الكاملة للإعلام؟ وما هي الضمانات ألا تتحول النصوص الدستورية التي تتحدث عن حرية الإعلام إلى نصوص دون تطبيق كما كان حادثا من قبل؟ هذا هو الموضوع الذي سأناقشه مع ضيوفي هنا، كلا من الأستاذ سيد الغضبان الإذاعي والخبير الإعلامي، أهلا بك معنا أستاذ سيد، وكذلك الصحفية الأستاذة شيماء أبو الليل عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، أهلا بك أستاذة شيماء. ويعني دعني أستاذ سيد بعد إذنك نبدأ بالأستاذة شيماء ونعلم ما هي المواد التي ستقدمها نقابة الصحفيين عن طريق نقيب الصحفيين ممدوح الولي وهو عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لما المواد التي ستحصن مسألة الإعلام وحرية الإعلام وما إلى ذلك، يعني حدثينا عنها سريعا. سريعا اللجنة ابتدت برئاسة الأستاذ حاتم زكريا وكيل النقابة للتشريعات، طبعا ده كان مجهود من خلال 3 شهور باجتماعات يومية، كان النقيب على اتصال بينا بشكل شبه يومي. جمعنا طبعا دساتير كلها من بعد ثورة 52 لغاية دلوقتي، وكل القوانين ودساتير اللي كانت مقترحة في نقابة الصحفيين، لأن في دساتير كانت مقترحة وفي عمل قوانين ولكن ما كانش تقدر تطلع للنور، لأن حضرتك عارف النظام البائد كان دايما بيطالب وكان بيؤكد على تقييد حرية الإعلام والصحافة. فده اخذ مننا فتره. بعد كده عملنا لجان استماع، وبعد لجان الاستماع كان في لجان عامه ان احنا نقدر مع عدد طبعا من اساتذه من الصحفيين زي استاذ رجاء المرغني، الاستاذ عبد العالي البقوري اللي طبعا كان النقيب معانا على طول، عدد كبير يعني انا اساتذه كبار، انا لو قعدت اتكلمت عنهم هياخد وقت البرنامج كله وهيزيد كمان. وطبعا ضمينا مجموعه من اساتذه الاعلام في التشريعات في كليه الاعلام. ايه الجديد اللي انتم بتقدموه؟ قدمنا الجديد، عملنا 8 مواد للدستور، 8 مواد انتهينا منهم تقريبا من اسبوع، وقدمناهم لمجلس نقابه الصحفيين وموافق عليهم، وبعد كده قدمناه النقيب اخذهم وفي الصياغه الدستوريه حاليا. ابرزهم يا شيماء؟ ابرزهم ان احنا دلوقتي لازم نؤمن على حق الاعلامي والصحفي والناشر في الحصول على المعلومات. الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده، لاني كان موجود في المواد، مواد الاعلام موجود ان انا بقدر يعني موجوده ماده ولكن لم تفعل. الجديد ان احنا قانون تداول المعلومات هنعمل قانون لاول مره في تاريخ مصر، ده من خلاله ليه نصين دستوريين في القانون. النص الدستوري الاول ان هو تحقيق مبدا والزام الدوله بالشفافيه والمصداقيه في جميع سياسات الدولة بما فيها سياستها وأنظمتها، بما فيها الإعلان عن الحقائق، بما فيها كل شيء اللي هو عن ما يعرف الدولة بالشفافية، يعني أجهزة الدولة بالزبط. يعني تتعامل مع شفافية وتمد وسائل الإعلام بأي معلومات، بأي معلومات. وبعدين يعني في حاجة تساعد رأي العام على الفهم إنها تمد، يعني دوت كمان مش مسألة اختيارية، لا ده مسألة في حالة إن أنا لما ما اديتش الجهات دي هتحاسب. دي حاجة. إلا بقى المعلومات اللي بتتعلق بالأمن الحربي. جميل. ودي أعتقد أي دولة بتكفلها. إحنا برضو جبنا أكتر من 70 قوانين ل70 دولة، قرأناهم وفسرناهم وحليناهم عشان نقدر نوصل للصيغة إن إحنا نواكب العالم في القوانين بتاعتنا. حرية تداول المعلومات والشفافية ده كان جديد. بالزبط. إيه تاني؟ في حاجة تانية؟ تاني حاجة طبعا الحق للصحفي والإعلامي والناشر في الحصول على المعلومات وتأمينه في حصول على مصادر المعلومات وعدم حجب المعلومة، لأن إحنا عندنا ثقافة حجب المعلومة، ثقافة سائدة. الثقافة دي طبعا بتضلل الرأي العام، خاصة إن الصحفي والإعلامي والناشر هو وكيل الرأي العام وهو الوسيط ما بين الصحفي وما بين القارئ. فالحاجات دي كده كلها من المفترض ان الدستور الجديد بيكفلها، بل كمان ان هو في حاله بيحاسب المصدر، في حاله تلف طبعا الوثائق، في حاله عدم حجب المعلومه، في حاله عدم الاتاحه لفتره محدده، ده بنتعرض لقصه تانية. هي طبعا القانون هيفسر لنا الحاجات دي. الحاجه التانية برضو في مجلس اعلى، المجلس الوطني للاعلام والمجلس الوطني للصحافه، كل منهم طبعا هيبقى فيهم استقلاليه. الصفه الاولانيه الاستقلاليه، حضرتك تعلم ان المجلس الاعلى للصحافه يتبع مجلس الشورى، وطبعا ده عمل توجيه للصحافه والاعلام، عمل احتكار لفئات معينه، حط السيف مسلط على رقبه الصحف القوميه وسيف مسلط على رقبه من يضمن حريه وتداول المعلومات. جميل. يعني انتوا عايزين مجلس وطني مستقل للصحافه ومجلس للصحافه المكتوبه طبعا بالزبط. ومجلس وطني للمرئيات والصحافه، وعلى فكره الصحافه المكتوبه والالكترونيه ذات الاصل الورقي. جميل.
على فكره المبادئ المجالس دي هي اللي هي بالظبط اللي هتحقق لينا الشفافيه، لان هي تبقى من دورها هي اللي تراقب وهي التي تشرف وهي التي تمنح التراخيص للقنوات وتمنح التراخيص للبث التلفزيوني، مش هيبقى في بقى جهات امنيه مسيطره زي ما كان بيحصل قبل كده. طيب خليني اقول لك، واضح ان الكلام اللي انتم طرحتوه هو كلام جميل جدا، لو اتنفذ معركتنا ولازم احنا هيصبح عندنا بيئه بالفعل ايجابيه للعمل الاعلامي بكافه انواعه. ولكن استاذ سيد غضبان، هل هي كانت مشكلتنا دايما في نصوص دستوريه، ولا هي مشكلتنا الحقيقيه على الارض في تطبيق ذلك الكلام الجميل اللي تحدثت عنه شيماء؟ حتى في دستور 71 كان موجوده كتير من الكلام اللي حضرتك بتقولي ده، يمكن انتوا اضفتوا فقط ثلاث مواد جديده اللي منهم خاص بالمجلس الوطني للصحافه والمجلس الوطني للسمعيات والمرئيات، يعني او لوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه. فين المشكله يا استاذ سيد؟ المشكله اولا في وجود اراده سياسيه، في تشريعات واضحه، في قضاء مستقل يطبق هذه التشريعات. اما المواد العامه، الدستور عباره عن مبادئ عامه، واعتقد ان ما فيش دستور في الدنيا النهارده بيخلو من مبادئ عامه براقه بتتكلم عن حريه تداول المعلومات وتتكلم عن حريه التعبير وحريه الابداع الى ما لا نهايه. واحد الدستور 71 كان فيه هذه المواد، ولكن مع ذلك لم يكن هناك حريه التعبير بالمعنى الحقيقي، ولم يكن هناك يعني حريه تداول المعلومات. المشكله الحقيقيه ان مش في الدستور، انما في غياب اراده سياسيه، في غياب تشريعات واضحه ومحكمه الصياغه تسمح بان هذه المواد العامه تطبق فعلا على ارض الواقع. المشكله ايضا في ضروره وجود قضاء مستقل، وبكررها ثاني، قضاء مستقل يستطيع فعلا ان يتعامل مع هذه التشريعات بشكل محايد وبشكل موضوعي ومنطقي. دي القضيه الحقيقيه. وبالتالي اذا كان الدستور هيحوي هذه المواد، واعتقد انه هيحويها فعلا، هو الخوف فيه جزئيات صغيره خالص، انه مثلا يقول لك ايه، ان ضمان حريه التعبير وقد يضيف بعض المتشددين كلمه الا في حدود الاخلاق العامه، زي ما حصل عند القصب على الدستور، قال لك الا فيما يتعرض بعد التنشئه. ده الشيء الذي يخشى منه، ان يضاف تعبير ما مطاط يجهض هذه الماده ككل. هو ده اعتقد الخوف الوحيد في الدستور. اما بعد ذلك فكله امور هتلاقيها في الدستور موجوده بكثره، وتلاقيها بشكل يعني براق جدا. فكره المجلس الوطني، المجلس الوطني في حاجتين لو سمحت، في حاجتين. هم اخواننا الصحفيين او الصحافه المطبوعه عندها المجلس الاعلى للصحافه وهي معنيه بهذا. المجلس الوطني للبث المرئي والمسموع ده كان مشروع قانون وضع ايام انس الفقي، وحاليا للاسف قدم ايضا الى مجلس الشعب مع تعديلات بسيطه وطفيفه لا تمس الجوهر. في مجموعه من الزملاء العاملين او الخبراء في موضوع البث المرئي والمسموع، مؤسسه اسست من مجموعه من الخبراء ومن الشخصيات التي مارست هذه المهنه وتخشى عليها، تحت اسم مؤسسه المبادره المصريه لتطوير الاعلام، وضعت مشروع كامل الان ولمساته الاخيره بتوضع، وهنقدمه لمجلس الشعب. حضرتك عضو في المبادره دي يا استاذ سيد، اعتقد الاستاذ حمدي انديل وغيره. استاذ سعد هجرس معايا على فكره، مشترك هنا وهنا. ووضع فعلا مشروع قانون لهذا المجلس. احنا لهذا المجلس يريد يكون موجود، بيكون هو المجلس المسؤول مسؤوليه كامله عن البث المرئي والمسموع، لا وزاره اعلام ولا حكومه. متى سيقدم هذا المجلس المشروع؟ هيقدم قريب جدا جدا، هو بنعمل اللمسات الاخيره فيه. هذا المجلس المفروض ان يكون مستقل استقلال كامل اداريا وماليا، ولا يتبع على الاطلاق اي جهه حكوميه او اي جهه رسميه. هذا المجلس مهمته بقى مش بس حمايه المهنه وحمايه المهنيين، انما حمايه حق الجمهور في ان يتلقى اعلاما محترما واضحا وسليما. يعني هو بيعمل على أساس حماية المهنة، حماية الجماهير من أي انحراف بالمهنة، حماية المهنيين، ده هدفه. لكن ده مستقل تماما عن أي جهة تماماً حكومية، حتى ماليا حتى ماليا. ده بالنسبة للبث المرئي والمسموع، لكن ما تحدثتوش ليه الجزء الصحفي؟ لا أنا حطيناه قدمناه على فكرة، الكلام اللي قاله أستاذ سيد كله مكتوب، لأن الصحافة المكتوبة لها بالفعل مجلسها، وأعتقد أن حاليا النقابة الصحفيين بتسعى جادة في أن هي تشوف الشق الخاص بالطباعة بالصحافة أو الإعلام المطبوع. هو المسألة المثالية أو النموذجية في العالم كله أن يكون هناك قانون واحد للصحافة، وأن يكون هناك مجلس واحد للصحافة، سواء المطبوعة أو المرئية أو المسموعة.
لكن وضعنا الخاص في مصر جعل الصحافة المكتوبة لها نقابة من وقت مبكر جدا جدا. هذه النقابة دافعت عن وجود النقابة ككيان مستقل، وبالتالي رفضت أن يكون هناك عضوية للإذاعيين داخل هذه النقابة، وأنا متفاهم طبعا خوفهم. فبالتالي كان لابد أن يكون إذن هناك تشكيلين، تشكيل يعنى بالصحافة المطبوعة صحيح. وتشكيل يعنى بالصحافة المرئية المصورة. أنا عايز أرجع لك ثاني شيء، هل في تخوف داخل نقابة الصحفيين عموما سواء في المجلس أو يعني حتى في أعضاء النقابة والجمعية العمومية من سيطرة تيار ما على تشكيلة الدستور القادم أو على وضع الدستور القادم مما يسيء بشكل أو بآخر أو يضيق على حرية الإعلام بأطيافه المختلفة؟ هل أنتم خايفين من حاجة زي كده؟ هقول لحضرتك ممكن تواجهها إزاي؟ لو حصلت مشاكل يعني لا قدر الله، اعتقد نقابه الصحفيين بالجمعيه العموميه كلها يعني مؤيده جدا ان تقود معركه حتى لو كانت اكبر معركه في التاريخ، لكن قوانيننا ودستورنا استحاله 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 ان احنا نقيده، او استحاله ان نسمح بحد يتدخل فينا زي ثوره 52. لو حضرتك ترجع للاعلام طبعا تم تقييد الاعلام وتم الهجوم عليه واصبح الاعلام ليست له قيمه سواء كان مقروء او مسموع، واصبح فيه كمان كان في المدرسه الامريكيه ان كان لازم الصحفي او الاعلامي هو يعبد عبد الناصر او يا اما يبقى جزء من تراثه، غير كده ان هو كان بيجي عليه مجموعه من التهم يعني جميل ده كله كان موجود. احنا الحاجات دي كده كلها الامور مؤكدين يعني، لكن احنا بعد ثوره 25 يناير درست الفتره دي كويس، درستها كويس جدا طبعا. معلش انا واخده فيها تقدير من فرصه كامل، وحضرتك تاخد فرصتك برضك ترد عليه. طبعا جميل. هقول لحضرتك بالنسبه المواد دي، حضرتك لما عرضتها على حضرتك اعتقد ما فيهاش اي نوع من التحيز او سيطره التيار، لان احنا كمان هنعمل استمارات استبيان هتوزع على جميع الصحفيين هيقولوا فيهم رايهم، وبناء على الاستماره دي هيتم تحليلها ويتم النتيجه هيبقى ده راي الصحفي. هي واضح برضك احنا في فجوه يا شيماء ما بين ما يكتب في الدساتير وما بين الممارسات على الأرض، يعني ظللنا لفترة طويلة هناك بعض المطبوعات اللي هي سميناها صحف قومية هي كانت لسان حال الحكومة. واضح أن الأستاذ سيد شوية مختلف مع حضرتك في مسألة تدجين الصحافة. لا 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 بس سؤالك محدد واضح، أنت بتقول لها هل هناك خشية من أن تيار معين يضع في الدستور أشياء، من فضل سيادتك يضع في الدستور أشياء أنتوا خايفين منها؟ ما جاوبتش من ده اللي هل هي قالت هنحارب بكل قوتنا اللي ده ما يحصلش احنا شغالين واحنا بنحط لا طبعا يعني ده السؤال. هل انتوا خايفين؟ انا وجهه نظري ان في تخوف من زي ما قلت لك ان يجي بعض المتشددين يجي مع كل ماده من هذه حريه الابداع مثلا يقول لك مع ما لا يختلف مع الشرائع او قيم المجتمع او الاخره. هذه هذا الاستثناء يفسر وهو استثناء عام وبعبارة عامة يفسر كيف شاء بقى الحاكم الموجود، وبالتالي ده الخوف أن توضع هناك بعض العبارات البطاطة زي ما بتسأل مثلا عدم التعرض للرموز الدينية، من الذي يحدد الرمز الديني؟ جميل. الحاجات دي رعيناها هذه الأمور طيب نكمل كلام الأستاذ بعد كده نرجع ده التخوف. طيب. هو بيسأل في تخوف أو في تخوف والله انا ده راينا. طيب. احنا ده هتوجهوا ازاي انتوا من خط الصحفيين؟ ما انا بقول احنا كراينا توجهوا ده ازاي؟ بيقولوا في تخوف حتى ولو كان في تخوف احنا مستعدين للمعركه، مفيش مانع، لكن الحياه مش هتبقى كلها ورديه، مفيش مانع، احنا مستعدين للمعركه هنحارب بيها بكل قوتنا بكل اسلحتنا ان احنا يبقى في نوع من انواع يعني انتوا مخوفين ان يكون كيف في ده ولا مفيش؟ بس جميل حتى ولو كان في، ما انا ردي واضح جدا، انا لو حتى لو كان في تخوف احنا مستعدين لكل حاجه، مستعدين ان احنا ندخل المعركه، مستعدين ان احنا الكلام ما اقدرش البلاء قبل وقوعه برضه. طب اسمحي لي يا شيماء، بما انك عضو في اللجنه التشريعيه في نقابه الصحفيين، هل في كلام بيثار الان على سحب ممدوح الولي نقيب الصحفيين من هذه اللجنه؟ ما صحت هذا الكلام؟ صحة هذا الكلام ده يتم من خلال اجتماع مجلس نقابة، وبعد كده يبتدوا يقولوا رأيهم، وبعد كده يبقى قرار جماعي لأن هو مش قرار فردي في النهاية. وقبل كل شيء احنا لازم نبقى جاهزين بمواد التشريعية بتاعتنا، لازم نبقى جاهزين بدستورنا مع أي لجنة لغاية ما نتفق ونقدم، بس احنا لازم نبقى جاهزين. من الواضح يا أستاذ سيد أن حضرتك لا عندك التخوف ده، اللي يمكن السؤال اللي سالته لشيماء عندك طبيعي. التخوف منه وعبرت عنه بشكل انا عندي هذا التخوف الحقيقه، وبعدين ارجو ان الساده المتوليين امر الدستور يتنبهوا لهذا. هذه امور في منتهى الخطوره ان توضع مثل هذه العبارات العامه المطاطه لتسمح بعد ذلك لاي تيار من التيارات يعني ان هو يفسر هذه المواد كما شاء. اسمح لي، هو في سؤال صعب للحقيقه دايما بيقول ازاي نحافظ على قيم
المجتمع، وهو احنا قدام مجتمع مصري محافظ له بعد ديني ومرجعيه دينيه وعاطفه دينيه، وفي نفس الوقت يعني حريه الابداع. اسمح لي انا هسال سؤال وارجوك تجاوبني عليه. هل يستطيع انسان النهارده في القرن الواحد وعشرين في ظل ثوره الاتصالات ان يمنع تدفق اي ماده اعلاميه في العالم من فضائيات لاي شعب من الشعوب في اي حته؟ ما يقدرش. وبالتالي انا التحصين الطبيعي ليس بالمنع، التحصيل الطبيعي بتقديم إعلام جيد محترم يبقى هو ده اللي يفرض نفسه. التحصيل الطبيعي لما مهما عملت لا تستطيع أن تمنع أي إنسان من استقبال أي مادة يشاءها، ودايما الممنوع مرغوب. طب اسمح لي، يعني في دلوقتي تشريع كان في داخل مجلس في نفس السياق لا أكمل كلام من فضلك. تفضل يا أستاذ. فبالتالي أنا بقصد لو أقيم هذا المجلس الأعلى للبث المرئي والمسموع، هذا المجلس سيضع مشروع اسمه ميثاق أخلاقي دقيق الصياغة جدا، لا يمنع ولا يحرم التعبير من الحرية الكاملة ولا يحرم الإبداع من الحرية الكاملة، وفي نفس الوقت بيضع إطار أخلاقي عام وإطار مهني أيضا بشكل واضح جدا جدا. هذا المجلس يستطيع أن هو يكون هو الذي يستطيع أن هو يمسك بالدفة بشكل جيد بحيث المسار يفضل يبقى منتظما، لكن يكون المرجعية في الآخر للقضاء وليس لهذا. في قانون كان حديث في داخل مجلس الشعب عن قانون يجرم المشاهد الساخنة داخل بعض في الدراما أو في السينما وما إلى ذلك، القبولات يعني في كلام عن مشروع قانون لهذا. من الذي بقى يحدد أن هذا أن هذا المشهد الساخن موظف دراميا صح ولا لا؟ حدوده إيه؟ ما هو حدود المشهد الساخن؟ دي كلها علشان بقول إن دي المواد العامة، العبارات العامة المطاطة التي تسمح بالتدخل في حرية التعبير وحرية الإبداع، ده المرفوض. لو وجد هذا المجلس المحترم اللي هو عنده خبراء وعنده خبرة وعنده رجال، هو اللي هيستطيع يقول إن هذا المشهد والله مشهد غير موظف دراميا وسيء جدا، وبالتالي يحال القناة أو المادة إلى القضاء. إنما لو ترك الأمر بهذا الشكل العام تبقى كارثة. نعم. شيمان، عايز اقول لك في مساله حريه تداول المعلومات، وانتم في مشروع ايضا شغالين عليه خاص بحريه تداول المعلومات، اهم النقاط الرئيسيه داخل هذا المشروع. احنا انتهينا امبارح من المبادئ الاساسيه لحمايه قانون تداول المعلومات اللي المفروض ان احنا هنوظفها في القانون. المبادئ الاساسيه طبعا عشان نحطها قرانا اكتر، جمعنا اكتر من 60 قانون في 60 دوله، عشان لان مصر يعني احنا اتفاجئنا ان ازاي مصر وما عندهاش قانون تداول المعلومات، وحتى المواد اللي موجوده في القوانين غير مفعله بالمره. فطبعا حطينا مبادئ اساسيه ليها. المبادئ الاساسيه بتتمثل في اولا ان يبقى ليها حقين دستوريين موجودين في الدستور، لان قانون تداول المعلومات ده بمثابه هو اللي هيفعل سلطه الصحافه بالمعنى الحقيقي، وهيدي ضمانيه للصحفي ان هو يمارس سلطاته، لان من خلاله هبتدي اقول للصحفي انا موجود. لان وكمان من ضمن قانون تداول المعلومات بناكد فيه ان الحق في الحصول على المعلومات هو حق انساني، ده طبعا ما كانش موجود. وبناء على الحق الانساني الصحفي هو وسيط وهو وكيل الراي العام او الاعلامي، فمن خلال ذلك هو اللي بيقدر ياخد المعلومه ويبتدي يوصلها للراي العام. طبعا بطينا برضو القواعد مندل. طب مندل اللي هو حاطط المعايير لاي قانون تداول معلومات، شفنا ما يناسب منها برضو مصر. في طبعا المعلومات باستثناء طبعا المعلومات اللي بتتجنب بالامن الحربي او المعلومات العسكريه، ودي رعناها برضو في الدستور ان حتى لو هتفرض الرقابه على المعلومات لازم لفتره محدده، ولازم يبقى الفتره دي معلنه ومين هي وليه. طيب جميل. شيماء، انا ملاحظ ان انت يعني وانتوا بتحطوا المشاريع دي عينيكم كانت نظره على جانب واحد، وهو جانب حق الصحفي في كذا وفي كذا وفي الحفاظ عليه وحريه تداول المعلومات، وفين حق المجتمع من بعض التشويه الذي يحدث في الصحافه للمجتمع وللاعراض وللمعلومات الكاذبه والمعلومات غير مجهله المصدر. ودي الحقيقه بقينا نجد منشطات لصحف مجهله المصدر، يعني اين انتم من هذا يعني؟ لا مع حضرتك، لا احنا رعيناها اولا ان المجلس الوطني سواء للاعلام او المجلس الوطني للصحافه ده دور من ادواره ان هو في حاله ان اي جريده هتبقى فيها اساءه للمجتمع او
رؤساء للقيم المجتمعية اللي كادت أن تنحدر، من حق أنه هو يحاسب الصحيفة أو يحاسب القناة أو يحاسب أي وسيلة. أي محاسبة نهائية ولا محاسبة قد تكون غرامة، قد تكون إغلاق، قد تكون تعطيل. جميل، لأن برضو اللي هو في عملية التوازن، سواء المجلس الوطني للإعلام أو المجلس الوطني للصحافة، هنعمل عملية توازن، أنه هو من ضمن مهامه الأساسية أنه هو بيحافظ على حقوق وحريات المجتمع بصفة أساسية. جميل. والقيم العليا. جميل. أستاذ سيد، بخبرتك الطويلة في هذا المجال، كيف نوازن بين حرية الصحافة في حرية تداول المعلومات، حرية الحصول على المعلومة، لكن في نفس الوقت يعني لا نتعرض لكم كبير كما كنا نرى في لحظة من اللحظات لمعلومات مجهلة، لمعلومات غير صحيحة، المعلومات ليست من مصادرها. سيادتك، نعم. لما قلت لك المجلس البث المقترح أو اللي احنا ندرسه ده قائم على أساس يعني شقين، حماية المهنة وحماية المجتمع، ده مهمة جدا، لازم يكون في توازن. حماية المجتمع بيتعلق بهذا الشق اللي انت قلت سيادتك، المعلومات المجهلة، المعلومات الكاذبة. هنا بقى المجلس احنا قايلين ان في ثلاث مستويات من العقاب. مستوى منه مهني، بمعنى ان بلاش حتى يكون كاذب، يعني ادى اداء مهني سيء، بيحوله لنقابته، والنقابة عندها ما يسمى بلجان القيم او لجان التأديب، بيقدم لها هذا الذي أخطأ مهنيا ليحاسب. وهناك بقى العقوبات فيها من الإيقاف عن العمل، فيها من اللوم، فيها من الإنذار، فيها درجات من التعب. في جرائم ترقى إلى مستوى الجريمة العامة، سب، قذف أو حاجة كده، دي تحل إلى القضاء على طول مباشرة. في قضايا ساعات أخلاقية لا ترقى إلى مستوى السب، ولكن ترقى إلى مستوى زي ما أنت قلت التضليل مثلا، دي يتولاها المجلس بلجانه، وممكن جدا أنه يحكم في هذه الحالة بإغلاق القناة لفترة معينة، أو أن القناة تقدم اعتذار وينشر ويذاع بشكل واضح. يعني في عدد كثير جدا جدا مستويات من العقاب بتكون موجودة لهذه الأعمال التي لا تعبر عن مهنة حقيقية، والتي تكون فيها إما خداع للجمهور أو كذب وتضليل. من الذي يحدد أن يعني ما حدث من جرم في هذه المسألة مثلا هو أمر جنائي قضائي وليس أمر يتعلق فقط بمعايير المعايير اللي هذا المجلس؟ هذا المجلس عنده لجان، منها لجان قانونية بتشوف إن هذا الخطأ الذي تم يرقى إلى مستوى إنه جريمة قذف وسب وقذف. وفي هذه الحالة دائما في جريمة السب والقذف بيكون هناك دائما واحد إنسان معني بهذا، يعني في جمهور أو شخص معين وجه له هذا، وبالتالي من حقه أن هو يتقدم القضاء وهذا المجلس يؤازره. أو في بعض الحالات بتكون القضية قضية متعلقة بالمجتمع ككل، وفي هذه الحالة يبقى اللجنة القضائية أو اللجنة الموجودة في هذا المجلس بتعنى بالقضايا العامة التي تتعلق بخداع المجتمع، تضليل المجتمع. وفي الحالة من الممكن أن تقوم بأن يتوصف هذا الخطأ على أنه خطأ قانوني أوقع ضررا ما أو إيذاء بالمجتمع، فتتقدم به إلى القضاء إن أراد. شيماء، عودة لنقابة الصحفيين، هل تواصلتم مع حزبي الأغلبية الحرية والعدالة أو النور؟ عرضتم عليهم هذه المشاريع، فكرة المجلس الوطني سواء للصحافة أو للسمعيات والمرئيات، وردود أفعالهم؟ أنا عارف أن كان في اجتماع ضم أيضا أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى داخل نقابة الصحفيين، وهو المجلس المسؤول عن الصحف القومية في مصر، وأحمد فهمي قيادة من قيادات الحرية والعدالة. عندنا الشريك الأساسي معنا في اللجنة هو أستاذ دكتور سليمان صالح، هو أستاذ الصحافة، وهو برضو في اللجنة التأسيسية وممثل الإخوان. بالعكس كان مؤيد جدا، قال لي النقابة مشكلتها الأساسية أو الإعلام بشكل عام هو مقيد حتى الآن. إحنا إشكاليتنا الفترة الجاية أن إحنا نفك القيود دي، وان احنا هنساهم ان احنا نفك القيود. بالعكس ده حذر كمان من الصياغه والكلمات المطاطه والحاجات دي، قال لي يا جماعه الحاجات دي لازم نرعاها لان هي دي معركتنا ولازم يعني ان احنا ننجز. الحريه والعداله متفهم لكثير مما قدم على الاقل كمشاريع حتى الان. كان بالظبط كمشاريع كان متفاهم، وبعدين احنا كمان في اللجنه بتيجي مشاريع، لكن احنا بنحاول بشكل رسمي ان احنا نوحد المشاريع ديت ونبتدي نطرحها على عدد كمان من اساتذه من دكاتره من خبراء، ما بتجيش كده. اما بالنسبه كنت عايزه اشير حاجه، ان كل نظام
بيجي يمسك مصر بيشوف الصحافة زي قيادة. السبب والقصف دي كانت من تهم اللي راح فيها عدد كبير من الصحفيين، ولا هم ولا فيها أساليب سب ولا فيها أساليب قصف. حضرتك لو حللت الفترة من أول جمال عبد الناصر لغاية مبارك هتلاقي كل فترة لازم رئيس الدولة يشوف الصحفيين يبتدي يقيدهم إزاي. إحنا عايزين نتجاوز المرحلة ديت. وبعدين من الحاجات برضو اللي حطيناها في القانون إن أي مشكلة عند أي فرد متضرر من الصحافة عن طريق القضاء، عن القضاء اللي هو العادي وليست القرار الإداري. القرار الإداري كان بيصدر قبل كده صحف قرارات بإصدار بغلق الصحف، وبيصدر قرارات بمنع صحيفة أو تعطيل بدون قضاء عادل. اسمحي لي شماء، هو في حالة إن الصحف وخصوصا القومية منها بعد يعني بعدت عن الجهاز التنفيذي، من سيقوم بالصرف على هذه الصحف التي للحقيقة نحن نعلم تماما أنها يعني غير ربحية تماما وهي مديونة؟ والسؤال برضك سيكون لحضرتك أستاذ سيد يعني في هذا السياق. هقول لحضرتك، هي الصحف القومية من خلال دراسات كثيرة عليها إمتى مستواها نزل؟ لما أصبحت تخدم النظام الحاكم وليس تخدم الشعب. أصبحت تتكلم عن النظام الحاكم وتتكلم عن زوجة الرئيس وتتكلم عن مشاريع النظام الحاكم، أما الشعب وهي لسان الشعب ده خلاص كده دورها قل من خلال ان تحديدا في التمرينات. اما بالنسبه للمؤسسات القوميه، يمكن انا كنت مع الاستاذ عبد المحسن سلام قال لي احنا في الاهرام خلاص قربنا نخلص او نسدد الديون بتاعه الاهرام. المشكله في المؤسسات الغرقانه، روزا ليوسف، دار الهلال، المؤسسات دي لازم يبقى لها اشكاليه والتابعيه. الجمهوريه، ها الاخبار قالت لك احنا الدمج، بس احنا برضو مفروض ان احنا قرار ان الدمج هم مستبعدين. وحتى يمكن استاذ صلاح عيسى اتكلمت معايا في الموضوع ده، قال لك مش حد هياخد وزر ان يدمج مؤسسه هي جزء من تاريخ مصر. طيب واضح ان الاستاذ سيد ليه راي مخالف في هذا السياق. لا لا انا ما انا لا لا اتعرض لشيء انا لا اعلمه. يعني الاخت بتتعرض للبث المسموع، انا لا اتعرض للصحافه المطبوعه لان انا لها فرسانها يتكلموا فيها. انا بتكلم على الاذاعه والتلفزيون. طبعا اتحاد الاذاعه والتلفزيون مدين ولشوشته زي ما بيقولوا، يعني غارق في ديون بلغت 16 مليار جنيه. وبالتالي اتحاد الاذاعه والتلفزيون دي قضيه اخرى، قضيه تحتاج الى ضروره اعاده هيكله. لان اتحاد الاذاعه والتلفزيون كارثته الكبرى ان هو يعني انشئت فيه قطاعات كثيره جدا جدا لا علاقه لها بالاعلام المرئي والمسموع. فعندما انشئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالقانون 93، لما عندما انشئ 13 سنة 90، انشئ هذا الاتحاد على اساس ثلاث قطاعات او قطاعين بالتحديد، قطاع الاذاعه وقطاع التلفزيون، وده المنطق الطبيعي. ثم رئيس الاتحاد وكان له استقلال كامل عن الدوله، ده القانون. وكان رئيس هذا الاتحاد في اول اتحاد مصطفى خليل، كان رئيس وزراء سابق. وكان القصد من هذا الإشارة إلى أن هذا الاتحاد رئيسه بدرجة رئيس وزراء ليكون هناك بعد تماما واضح، فلا تقترب منه لا الحكومة ولا الدولة. وكان نفس القانون بيحصن هذا الاتحاد من أي تدخل من الدولة، من أقصد من الوزارة أو من حتى الرئاسة، وكان بيجعله معبر عن إعلام الدولة. عندما جاء الوزير الأسبق صفوت الشريف أضاف حوالي 10 قطاعات أخرى، وكل قطاع أكبر من قطاع الإذاعة والتلفزيون. المنطق الطبيعي في العالم كله أن أي إعلامي أو أي إذاعي أو أي تلفزيوني بيخدمه كل اثنين إعلاميين بيخدموا واحد بيعمل إدارة أو مالية، يعني خدمات لوجستية، مش 45,000 مواصف. النهاردة موجود ال 45,000 لا يزيد فيهم عدد الإذاعيين عن بالكثير قوي والإعلاميين عموما داخل الاتحاد الإذاعي بالكثير قوي 3000 أو 4000. وكل هذا الكم الباقي عبارة عن قطاعات عشوائية تماما لا علاقة لها بالإعلام، وبالتالي حملت على ميزانية الإعلام، فأصبح هذا الإعلام إعلام خاسر، وده خطأ. فلذلك لابد من إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على أن يكون فعلا مؤسسة إعلامية حقيقية، مش مؤسسة عبارة عن بهذا الحجم الغريب جدا من القطاعات المختلفة. نطمح في يوم من الأيام يا أستاذ سيد أن يكون اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعني بعيد عن يد السلطة التنفيذية. المفروض أنه لو رفع بس من هذا القانون، قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حوالي 10 بنود كان فيها
مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المستقل تماما، هو صاحب السيطرة والسلطة والقرار في كل شيء. أضاف له الوزير الأسبق صفوت شريف كلمة إلا بعد موافقة الوزير. لو رفعت هذه العبارة لا أصبح اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستقلا استقلالا كاملا. أفهم من كلام حضرتك إن إحنا مش عايزين وزارة إعلام في بشرط في المستقبل القريب. أنا ما يهمنيش لو فضلت وزارة إعلام تفضل بس ما لهاش علاقة باتحاد الإذاعة والتلفزيون خالص، تبقى تشتغل استعلامات زي ما هي عاوزة. إنما الإذاعة والتلفزيون أي الإعلام المرئي والمسموع يجب أن يكون مستقلا استقلالا تماما، وأن يكون إعلام للدولة وليس للحكومة. وزارة إعلام تعملها الحكومة، لبنان فيها وزارة إعلام ومع ذلك في حرية كاملة هناك للإعلام. ليه؟ لأن وزارة الإعلام هناك معنية بحاجتين، معنية بوكالة أنباء يعني خدمات حكومية، خدمات الإعلام الحكومي، وهذه لا علاقة لها على الإطلاق بالإعلام لا المرئي والمسموع ولا المكتوب. تمام. أنا عايز أعود لك مرة أخرى شيماء، لا يعني قبل أن نختم هذه الحلقة، أنتوا بالفعل عديتوا حوالي ما يقرب من 8 مواد لعرضها، 8 بالفعل. أعتقد ممدوح الولي نقيب الصحفيين مع حفظ الألقاب يعني كان قال إن الجديد في 8 مواد دول هم فقط 3 مواد، لكن في 5 منهم كانوا موجودين في دستور 71. قنناهم وعملنا تنقية للخمس مواد، تنقية تشريعات للخمس مواد، وبدأنا الكلمات المطاطة إن إحنا نعمل عليها إعادة هيكلة. وعلى فكرة كان معانا كمان عدد من أساتذة في الفقهاء الدستور عشان يقولونا الكلمة دي وضعها كذا ودي بتتحول لكذا، لأن لازم الحاجة دي تراعى يعني. لكن عملنا تنقية تشريعات للخمس مواد. لكن الأستاذ سيد في آخر كلامه كان قال أنه يجب أيضا أن يكون هناك إعلام للدولة بشكل أو بآخر يعني، ويحمل مسؤولية تجاه الوطن بعيدا عن الربحية. هل تفكرون أيضا في ذلك يعني فيما يخص الصحافة المكتوبة أو الصحافة بشكل عام، أن يكون صحافة للدولة أيضا ليست كلها صحف خاصة؟ حضرتك عندك دلوقتي طبقا لآخر تقرير قريته للمجلس الأعلى للصحافة قالك عندنا 48 إصدار للدولة، وعندنا الجرائد القومية وإصداراتها، فطبعا أعتقد ده كفيل. وبعدين مش معنى كلمة الدولة أن هم يدافعوا عن الدولة في كل شيء، الموضوعية والصدق والبزر. الدولة شيء والحكومة شيء. جميل. يعني لابد أن ندفع عن الدولة. جميل. ما هو دفاع الحكومه؟ لا جميل، ما هو ان هو يدافع يعني، ما هو ده اللي انا دفاع عن الدوله، عن اهداف الدوله العليا. اهداف الدوله العليا مش انسانيه. دي انا معاك فيها. طيب. اهداف الدوله العليا يجب ان يكون هناك اعلام لذلك يا استاذ. بالظبط. يجب ان يكون هناك اعلام، ده دوره. مش بس يدافع عن الدوله، يدافع عن الجماهير. ما هو الدوله دي عباره عن ايه؟ هذه الجماهير وهذا الشعب. فده اعلام الدوله. يكون في 100 اصدار او اكثر او اقل، دي مش قضيه ان احنا يبقى في يعني يتعمل ترقيه لهذا، يتعمل اعاده هيكله. اوكي، انما ما يتقالش ان ما فيش اعلام للدوله. لابد. انا ما اقدرش اترك الاعلام للقطاع الخاص ولا تبقى كارثه. القطاع الخاص النهارده اعلامه أسوأ من اعلام الدوله، اعلامه أسوأ من اعلام الحكومه، أسوأ من اعلام الحكومي. ليه؟ لان بيتحكم في مين؟ رجال الاعمال. ومين بيتحكم فيه؟ بيتحكم في رجال الاعمال، بيتحكم في المال، ورجل الاعمال له مصالحه الخاصه التي كثيرا ما تتعارض مع مصالح الجماهير. انا مؤيده تماما. وبالتالي ده احنا اصبح عندنا رجال اعمال عندهم صحف، عندهم قنوات تلفزيونيه، يعني ده ايه ده؟ عندهم كلام عن غسيل الاموال في الصحف والقنوات التلفزيونيه. امبراطوريات اعلاميه مش يعني. في بعض رجال الاعمال عنده، في احد رجال الاعمال عنده حوالي 7 قنوات، فهمها لي ازاي؟ طب ده هتوجهه ازاي؟ يعني لا، المجلس القومي للبث المرئي والوطني، للبث المرئي والمسموع سيحدد هذا، بمعنى ان احنا نرفض تماما احد المواد اللي هنعملها، نرفض تماما الملكيه الفرديه لاجهزه الاعلام الخاصه. ترفض؟ لابد ان تكون شركات مساهمه، والا يزيد نسبه المساهمه. على فكرة ده موجود، بس هو ده في القانون، ما يزيدش عن 10%. لا ده موجود، ده المجلس الوطني للأسف ده موجود فقط في الصحافة المطبوعة. صحيح. أما في الفضائيات مش موجود. وبالتالي نحن نرجو أن هذا النص يطبق على الإذاعة والتلفزيون. طيب أنتوا هتواجهوا ده إزاي في الصحافة، على مستوى الصحافة، مسألة الملكية الخاصة، على الرغم من وجود يعني نص وبند واضح جدا في القانون ألا يزيد يعني حصة الفرد عن 10%، لكن الحقيقة فيها التفاف غير طبيعي وغير عادي. هتواجهوها إزاي في التشريعات القادمة؟ من خلال دور المجلس الوطني للإعلام، المجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للصحافة. أعتقد هما الاثنين بيتفقوا في أشياء كتيرة، بل تكون الاختصاصات هي المثل. وبرضه تعريف سوء، عاوزين نربط مصطلحاتنا والله. جميل. مجلس الوطني للإعلام
مجلس اعلى صحافه، صحافه مش اعلام، مجلس الوطني لا صحافه اعلام طبعا، ولكن هو مقروء. يمكن احنا عندنا لينا استراتيجيتنا، مجلس اعلى صحافه ومجلس اعلى صحافه والمجلس بس ايوه بالظبط، مش الاعلام لا يعني الاعلام هو دلوقتي فانها بس اللفظ، لا مش خلي اللفظ هو دلوقتي في اشكاليه اصل للاسف للاعلام بيقولوا الكلام ده باستمرار وده غلط. هذا ضبط المفاهيم مهم جدا، ضبط المصطلحات مهم. اما اقول مجلس اعلى ما هو الاعلام المشكله التلفزيون هنسميه ايه، المجلس الوطني للتلفزيون البث المالي جميل، الصحافه نوع من انواع الاعلام، ولكن الصحافه هي جزء بنسميه المجلس الاعلى للصحافه، ولكن هنا بيبقى المعنى العام قد يكون يبقى فيه تخصيص، مفيش مانع مفيش جميل، ولكن احنا بنتكلم في اختصاصاته، لابد ان احنا نضبط المصطلحات. ما طب احنا قلنا ايه يعني طيب. انت بتقول اما بتقول مجلس اعلى الاعلام يبقى لازم يشمل الصحافه، لكن انتوا نص نص في المواد المقدمه مجلس اعلى الصحافه يبقى في مجلس مقابله نص قايلين عليه ايه جميل، حضرتك غيرتوا النص غيرتوا المعنى مفيش مانع، ولكن لو سمحت انتوا نصا في المواد المقدمه قايلين عليه ايه، المجلس القومي للاعلام ولا المجلس الوطني؟ المجلس الوطني الايه هم مالهم؟ انا بس انا برضو عاوز اقول مالهم هم، احنا ما رضيناش نتدخل واحنا بنعمل مشروع البث المرئي والمسموع، المجلس الوطني ما رضيناش ندخل في الصحافه المطبوعه. لماذا يتدخل؟ لا رجاله ليه؟ لا على فكره في ناس من حضرتك زي عند حضرتك استاذ سعد هجرس جه حاضر وقال يا جماعه استاذ بغض النظر ما هو ده يعني استفاده خبرات دي مش قضيه اخرى، انما ليه اعتقد يعني ان احنا ما قلناش حاجه برضو تضر، لكن انا بس النقطه عشان ما ننساش بعد اذنك، يمكن نضبط المصطلحات ده امر مهم، لكن فكره الشركات الخاصه والافراد ورجال الاعمال الذين هم وراء صحف باكملها يحركوها وفقا لاهوائهم وفقا لسياساتهم وفقا لحمايه مصالحهم، ده هتواجهوه زي انت قلت لي من خلال المجلس القومي ايا كانت سواء المجلس القومي الوطني ايه ده يكون من خلال طب من خلال الصحافة. يعني من خلال خطوات معينه تشريعات معينه يا شيماء؟ من خلال قوانين طبعا، هتبتدي القوانين هيتعاد هيكله القوانين كلها ويبتدي من خلال القوانين ديت بنقول ان في منطقه حساب وان في تشريعات هتحاسب وتقنن، لان ما يبقاش ان الراي العام ان هو يبقى ملك كده للاهدار وملك للانتهاك وملك لكل شيء يضر بالمهنه. طيب انا ما اقدرش طبعا الحقيقه استاذ سيد اعدي حلقتنا، كان في كلام قيل او نقد شديد وجه من قبل جماعه الاخوان المسلمين للاعلام بصفه عامه خلال الفتره الماضيه انه ياخذ موقف ما تجاه الجماعه وتجاه الحريه والعداله، يعني وان له من يقومون على هذا الاعلام لهم توجهات مختلفه يعملون من اجلها توجهات مخالفه للحريه والعداله والاخر، كيف ترى مثل هذه الاتهامات؟ دي اتهامات عامه وغير مقبوله لسبب. طب ما الاخوان عندهم اعلام، ما عندهم جريده الحريه والعداله وعنده قناه 25 يعني وبتهاجم الاخرين او بتهاجم توجهات اخرى، هل معنى هذا ان دول متحاملين على دول؟ لا يعني بلاش نقعد نفسر. هو بيقول ان في شحن اعلامي شديد، لا ده مش توجهات الجماعه هذه وجهات نظر الناس اللي بيكتبوها، رد عليهم. يعني انا بس عاوز اقول ايه، كنا نفسر كل نقد لأي اتجاه بأن هو شحن ضد هذا الاتجاه ده خطأ. هناك عدد كبير جدا من الصحف يعني بتقول كلام مش عاجب الإخوان، ماشي ده كلام رد عليه ما دام هذا الكلام كلام موضوعي. عملية الشحن سهل قوي انك تتهم، وسهل انك تتهم برضو الطرف الآخر بالمثل. طب اسمح لي، برامج يعني ما يطلق عليها التوك شو ايا كان الاسم، يعني اللفظ ده صحيح ولا لا؟ البعض ايضا يوجه لها يعني سهام الاتهام بشكل كبير جدا انها اضافت فوضى عارمه في المجتمع. انا معاك يعني. عاوز اقول لك حاجه، انا متوقع لهذه البرامج في القريب العاجل ان يخبو ضوءها ويخبو يعني بريقها وانها بتتراجع. مقابل ايه يعني؟ لا بتتراجع لسبب، الناس ملت من هذا الكلام، نفس الضيوف نفس الكلام، تكرار ممل. في بعض الحالات لما التكرار ممل بيبقى مزعج بيبداوا زي ما انت قلت يجيبوا اشياء مثيره غير صحيحه ويبنوا عليها حاجات او اشياء تافهه جدا ويضخموها، وبالتالي بدات الجماهير تمل من هذا حقيقي، وبالتالي مستقبل هذه البرامج اذا لم يعني تعدل اوضاعها وتبقى برامج لحوار موضوعي حقيقي وان يكون ضيوفها محترمين فعلا، مش ناس يجوا ده بيجيبوا ناس علشان يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويشوفوا بعض يعني، وبتسمع فيها الفاظ في غايه الانحطاط وعبارات في غايه السوء، هذه البرامج بتتراجع الان تماما، واعتقد ان الجماهير بدات تنصرف عنها، وفعلا هذه برامج سيئه بوضعها الحالي. الفكره نفسها جيده انك تجيب ناس يناقشوا مختلف الموضوعات، الفكره جيده، لكن المهم من تنتقي من الضيوف
وازاي تخليهم يتكلموا كلام موضوعي، وازاي تضبط الحوار بحيث ما يبقاش سوقي بالشكل اللي بيحصل. شكرا جزيلا الأستاذ سيد الغضبان الإذاعي والخبير الإعلامي، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكرك الأستاذة شيماء أبو الليل عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين. شكرا أستاذ شيماء، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة لهذه الحلقة والتي حاولنا أن نلقي الضوء فيها على الإعلام في إطار الدستور الجديد لمصر والذي سيعد خلال الأشهر القليلة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القليلة القادمة دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.